ايش احدث التطورات والاتجاهات بعالم تجربه المستخدم اليو اكس وواجهه المستخدم اليو اي برايك؟ كتطورات يعني بعتقد صعب الواحد يعني يحددها، بس التطور او انا بحب اركز على الاشياء اللي هي principles، يعني بتصير principles وبتضلها valid لسنين لقدام. من اهم الشغلات اللي هي simplicity، وsimplicity مش والله صفحه بيضاء وزي جوجل، لا، simplicity انه دائما حاول يعني لاقي شغله اللي هي اللي بتعتقد انها زياده على الشاشه وشيلها من وجه اليوزر. دائما حاول انك بي very minimalistic من ناحيه كfunctionality وكuser كUI elements ايش بتعطي لليوزر. طبعا يعني تجربه المستخدم واسعه هلا، لانه عندنا الموبايل وعندنا التابلت وعندنا الديسكتوب. من الشغلات اللي بعتقد انها كمان principles عم بتصير انه ابني الموبايل product first، اوكي، ويمكن بعد شوي تكتشف انه انت ما بدك تبني الديسكتوب، او الديسكتوب ممكن تبنيه بعد سنه او سنتين. ف to me these are user experience principles I go by.